اول نوع من انواع الايمجنج مودز اللي موجود عندنا في الالترا ساوند هي حاجه بنسميها الاي مود او الامبليتيود مود. الفكره بتاعت النوع دوت ان هو جاست يعني بيبعت الالترا ساوند ويجيت ريفلكتد، جيت الريفلكشنز جايه من الجسم ومجرد بس بيعرضها. يعني مثلا احنا شكل الريفلكشن بيطلع حاجه بالشكل ده كده، كل اللي بنعمله ان احنا بنديتكت الانفلوب، يعني بنديتكت الحاجه اللي هي السيجنال الخارجيه اللي هي خارج السيجنال ديت ونعرضها زي ما هي بالظبط تطلع لنا حاجه بالشكل ده كده. التطبيق الاصلي او التطبيق الاساسي للنوع دوت هو في الاوبثالمولوجي، في تصوير العين. فهنا مثلا بيقدر مثلا يشوف، يحط البروب مثلا ويشوف الكورنيا ويشوف الانتيرير لانس ويشوف البوستيرير لانس ويشوف الريتينا، يعني يشوف الاجزاء اللي داخل مكونات العين كلها، يقدر يشوفها بمنتهى الوضوح ويقدر يميز اذا كان في حاجه غريبه موجوده في النص ويقدر ان هو يشخصها. الجهاز التصوير بالاي مود بيبقى حاجه بسيطه بالشكل ده كده، البروب بيبقى شكله حاجه زي القلم كده، هنا بيبقى الترانسديوسر بيبقى موجود هنا فوق كده عشان يتحط على العين، وبعد كده ممكن يبقى في عندي هنا ده السويتش اللي هو ممكن الدكتور يستعمله علشان يقدر يترن اون اور اوف التصوير، وهنا بيطلع لي الايكو او بيطلع لي الريفلكشن في شكل كيرف بالشكل زي ما احنا شايفين هنا كده. النوع الثاني وهو اهم نوع الحقيقه هو بنسميه البي مود او البرايتنس مود. البرايتنس مود الفكره الاساسيه بتاعته ان هو يعني بيبعت مش بس الدايركشن واحد، مش بيستعمل خط واحد بس او مش بيبعت في اتجاه واحد بس، لا بيبعت في عدد من الاتجاهات. يعني على سبيل المثال زي ما احنا شايفين هنا كده، هو بيبعت مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا، وكل مره باخد الايكو اللي راجع ومش بعرضه ككيرف بقى، لا بعرضه كانتنسي. يعني لما يكون مثلا عندي مثلا شكل بالمنظر ده كده بيحصل لي ريفلكشن من الجزء دوت، فمعنى كده بيجي لي ايكو قوي عند الجزء اللي فيه السيركل دي، فبرسمه بلون عالي. يعني بدل لما يكون مثلا ايكو عالي برسمه بابيض، لما يكون ايكو ضعيف برسمه بلون اسود، وبيبقى في درجات بقى جراي ليفلز بتوين الاثنين. فهنا مثلا الحاجه اللي هي فيها ريفلكشن عالي بيبقى لونها ابيض، والحاجه اللي فيها ريفلكشن اقل بيبقى لونها اقل، يعني ابيض يعني لونها اسود او رمادي، وبالتالي بيطلع لنا صورة بتبقى جراي سكيل بالشكل ده كده. اللي بيحصل ان انا باكواير خط خط خط، يعني باخد الصورة او باكواير صورة عن طريق ان انا باخد ريفلكشنز في عدد من الاتجاهات وبحطها كل واحدة في الاتجاه بتاعها بالشكل ده كده، بحيث يطلع لي في الاخر صورة ريل تايم بالشكل ده كده. يعني بفضل اكرر الاكوزيشن عشان يطلع لي صورة ريل تايم، بمعنى ان انا ممكن اخد عدد من الصور في الثانية بحيث ان تطلع لي حاجة اكني بتفرج على حاجة ريل تايم، ميبقاش فيها اي يعني فليكرنج او حاجة زي كده. فبالتالي دي مفيدة جدا عشان اقدر ابص بيها على اي حاجة داخل الجسم ان ريل تايم، ودي الحقيقة الميزة الاساسية في الالترا ساوند ان هو يقدر يبص على الانترنال اورجنز بشكل يعني في التايم الحقيقي، بحيث مثلا ممكن اشوف القلب، ممكن اشوف الحاجات اللي هي بتتحرك، واقدر ان انا يعني منها اقدر اشوف حاجات صعب جدا على انواع كتيرة من التصوير الطبي تقدر تشوفها. النوع الثالث من الايمجنج مودز حاجه بنسميها الام مود او الموشن مود. الموشن مود الفكره الاساسيه بتاعته ان هو زي ما كنا بنعمل في البي مود، احنا بناخد مالتيبل لاينز في البي مود. في الام مود بقى بنختار واحد من الخطوط ديت ونرسمها مع الوقت. يعني ايه نرسمها مع الوقت؟ يعني بيسكلي اكوايرت بشكل متكرر وارسم الخط بتاع نفس الخط ده كده، برسمه مع الوقت علشان نشوف التغيرات بتاعته. الفكره فيه ان انا لو كنت بصور حاجه فيها حركه، يبقى معنى كده هلاقي ان الحركه دي تظهر لي لما اكواير نفس الخط مالتيبل تايمز. يعني مثلا لو في عندي فالف مثلا بيتحرك، هشوف الفالف ده بيطلع وينزل زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. لو في عندي تيشو ثابت ما بيتحركش، بيطلع لي نفس النقطه هي هي في مكانها، ما فيش اي اختلاف. فبالتالي نقدر نصور بيه مثلا حاجه زي الفالف مثلا، بيطلع لنا حاجه في منتهى الجمال الحقيقه بالشكل ده كده، بيطلع لنا شكل الحركه بتاعت الفالف في منتهى الوضوح، وبالتالي يعني بيقدر الطبيب يشخص منها اذا كان في اي مشاكل في مثلا صمامات القلب او كده. الصوره اللي بتطلع لنا حاجه زي كده بالظبط، بتطلع لنا حاجه يعني بنختار الخط ويطلع لنا حاجه، بتطلع لنا حاجه بتتحرك مع الوقت كده بحيث ان انا اقدر اشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. فده طبعا حاجه من الحاجات اللي هي برضو مزايا في الالترا ساوند الحقيقه، ان هي يعني بتظهر لنا حاجات بتبقى فعلا في التايم الحقيقي، ونقدر بيها نتابع حركه تكون سريعه جدا ما نقدرش نتابعها بايمجنج موداليتيز كتيره تانيه.